تنظم وزارة التربية والتعليم رحلات مدرسية متواصلة للطلاب إلى صرح الميثاق بهدف تعريفهم بمضمون تاريخ البحرين المشرف المليء بالعديد من المحطات البراقة، التي من أهمها ماهية تلك الأسماء التي شكلت لوحة منمقة من الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني. في حضرة المقام المتوازن لموسيقى القانون، يأتلي الحاضرون من أولي الفكر الأبيض على صدق تباهيهم بعظيم ما يشاهدونه وما هم بصدد اكتشاف روعته. تغذية سياسية هادفة تبرع في توطين روح التباهي بالفصول الوضاحة لتاريخ أرض الدانات، وتوثق في نفوس الأبرياء ذلك الإرث البراق الذي صاحب النشأة الأولى لولادة مملكة استطاع مؤسسوها إبراز مكانتها كأرض معطاءة تجود بحورها بخير أعماقها، ولا تزال سماؤها صافية رأي العين، تحتضن صدى أصوات الأوائل من الأجداد ممن كدوا وتعبوا وصانوا تلك الرسالة الإنتاجية الخالدة التي حملوا مضامينها لتصل إلى الأجيال التي تليهم. سميت البحرين بالبحرين لأن ماءها عذب، يوجد فيها ماء عذب وماء مالح. رأيت عملات نقدية ورأيت الأدوات القديمة هناك. بابا حمد سوينا هذا المكان عشان جيالنا في المستقبل يطلعون على هاي الأشياء، عشان تعرف على كانت البحرين شنو كانت تسوي قديما، وعرف عن الآثار اللي كانت في البحرين قديما. أياد ناعمة تجول مترابطة لتدرك عظم المكان الذي تجول فيه. صرح ليس كأي صرح قد اكتفى بزمان تأسيسه، ليمضي نحو توثيق بصمة وفاء ترجمتها هذه الأسماء التي لم تتأخر في تسجيل ذاتها ضمن كتاب المخلصين ممن شكلوا لوحة انتماء وطنية أوضحت تفاصيلها هالة التصويت على ميثاق العمل الوطني، التي تجاوز شعاعها كل الحدود ليأتي بإجماع تدعمه الرغبة برسم النسبة المئوية الأقوى 98.4. جينا حق نتعرف على أسماء الناس اللي صوتها حق الميثاق. جينا حين حق نتعرف على الأسماء اللي صوتها حق الميثاق. أنا أحب الملك حمد، الله يحفظ البحرين إن شاء الله. شفت اسم يدي وبوي وادي استانس في هاي المكان. هو اعتزاز بحجم الورد لصيرورة ذلك الولاء الذي لا يهدأ، عناوين أخاذة ستظل عالقة وستحيا يوما بعد يوم في عقول هذه البراعم الناشئة التي تعتمد البحرين عليها اعتمادا يضمن لها النماء والرفعة والتطور. رغبة في مطالعة الماضي وما كان عليه الأجداد، وعشق لرؤية حاضر زينت معالمه بإرادة الآباء الذين تكفلوا بحمل راية تطل على المنتمين لها من نافذة الباقين على العهد مهما طال الزمن. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.